السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى مبارك على الجميع وكل الناس بخير، ويا رب يحقق لكم كل ما تتمنوه. النهاردة الحلقة يا جماعة مهمة بصراحة، لأن كنت بحضر حلقة عن الطريق للعشرة والفوز رقم يعني لقب رقم 10 للنادي الأهلي، ولكن بصراحة امبارح الكابتن محمود الخطيب طلع في كلمة محترمة زي خلقه بالظبط، سواء اختلفنا او اتفقنا مع الكابتن محمود الخطيب في ادارة النادي الاهلي، ولكن يظل رمز كبير للنادي الاهلي كلاعب وكأحد يعني اللاعبين الكبار في ادارة النادي الاهلي، حتى في فترة الكابتن حسن حمدي كنائب للنادي او رئيس النادي، وحتى لما كان رئيس للنادي فالكابتن محمود الخطيب ذو قيمة كبيرة لكل الاهلاوية والنادي الاهلي. ولكن لأول مرة انا بشوف ان رئيس نادي للنادي الاهلي بيطلع يعمل كلمة مصورة أو كلمة بعد فوز بلقب، ودي طبعا بيكون لها دلالات كبيرة. وأنا يعني حبيت أتكلم في الموضوع ده الأول، بعد ما هتكلم برضو في كام نقطة هنتكلم فيهم في الحلقة دي، الحلقة دي طويلة شوية، بس هنتكلم الأول ليه الكابتن محمود الخطيب طلع واتكلم في الكلمة دي أو ليه عمل الكلمة دي. الجماهير دي هي اللي تستاهل نتعب علشانها، وكمان تستاهل نضحي علشانها. الجماهير اللي تلاقيها معاك يعني على المرة قبل الحلوة، الجماهير اللي تقول لك حاسين بيك، حاسين بيك وعارفين انك قد اي تحدي علشان انت الاهلي. لو لفيت الدنيا كلها هتلاقي فين زي جمهور الاهلي؟ اعتقد يعني ده شيء مستحيل. انا ما كنتش هطلع اتكلم النهاردة، بس كنت كل اللي بفكر فيه بعد الفوز يعني على طول بعد الفوز بالبطولة او بالبطولة العشرة، هو ازاي اشكر ربنا سبحانه وتعالى صاحب الفضل. الحقيقة انا معلينا نعمة كبيرة جدا جدا، وكرمنا كرم كبير جدا جدا، لكن كان لازم اطلع اتكلم بعد ما وصل لنا مشاعر الناس واحساسها الكبير بينا. كل الناس اللي سندتنا ودعمتنا سواء قبل الفوز بالبطولة واثناءها او بعد ما ربنا انعم علينا بيها. كمان بشكر بلدنا مصر اللي خيرها علينا كلنا بعد ربنا. بنشكر مؤسساتها الوطنية وقيادتها وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الشكر كمان لمجلس الادارة، كل زميل قايم بدوره على اكمل وجه، كل واحد واضع مصلحة الاهلي واسم الاهلي قبل اي شيء وفي المقام الاول. والاعلام، شكرا لكل اعلامي يدرك مسؤولية الكلمة، شكرا للاعلام المسؤول اللي ما بيزرعش الفتنة بين الجماهير، اللي ما بيصدرش مشاعر كراهية بين الناس، شكرا للاعلام اللي بيبرز الايجابيات ويدعمها ويشجعها، وكمان يشاور على السلبيات بس بكل مهنية علشان نعالجها. النادي الاهلي يا جماعة الفترة اللي فاتت تعرض لضغوط كتير جدا، خاصة من ناحية المشاكل اللي كانت ما بين الرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضى منصور والكابتن محمود الخطيب، وزي ما بنقول المهاترات والمشاكل اللي حصلت الفترة اللي فاتت، خاصة ان وصلت لحد القذف والتدخل في اعراض الاسر والكلام ده كله، ودي كانت ممكن تكون يعني زي ما بنقول كده ايه يعني شرارة ان احنا نشوف فتنة ما بين الاهلي، جماهير الاهلي وجماهير الزمالك. ولكن الحمد لله ربنا ستر وما شفناش لا فتنة ولا غيره، وربنا سترها وعدت الامور على خير. ولكن دايما بنقول حاجة واحدة بس، العقلاء دايما لازم يظهروا في الاوقات الصحيحة. وجود رئيس زي الكابتن محمود الخطيب على رأس إدارة النادي الأهلي أدى إلى وجود نوع من الحكمة وتدارك الأمور واحتواء الأمور. الراجل لجأ لكل ما هو مسار قانوني ومسار يحافظ على حقوق النادي الأهلي وحقوقه هو الشخصية، وبالتالي كانت الحلول بصراحة يعني زي ما نقول كده إيه في حدود العقلانية. إنما امبارح إيه مغزى الكلمة بتاع امبارح ديت؟ الضغوط الكتير اللي كانت على الكابتن محمود الخطيب، خاصة ان الاهلي لعب نهائيين اتنين افريقيا كان امام الترجي او امام الوداد وخسرتهم، برضو احنا كجماهير النادي الاهلي ما بنشبعش من البطولة او تحقيق الدوري المصري. يعني الدوري المصري ده زي واحد كده كان معلق بيقول ده ابن من ابننا ما بنسيبوش لحد،
لكن الدوري ابطال افريقيا يا جماعه دي كانت بطوله مهمه جدا، خاصه ان انت واجهت مشاكل كتير، ان انت توصل 2 نهائي وتخسرهم، وبعد كده يبقى عليك ضغوط كمان داخليه من ناحيه المشاكل ما بين رئيس نادي الزمالك وما بين النادي الاهلي وادارته، ده كله حط ضغوط على اداره النادي الاهلي، وخاصه كمان انت عندك كان تذبذب في المستوى وتراجع كبير، خاصه قبل ما جه فايلر في وجود لاسارتي، وكان يعني بصراحه الاهلي حصل له كذا وجريده برضه. فالاهلي عدى بمراحل كتير خلال الفتره اللي فاتت من التقلبات، انتهت الحمد لله ان انت تفوز بلقبين افريقيا ورا بعض. فالراجل امبارح طالع يا جماعه اللي هو يعني ايه، طلع بقى خلاص انا حققت النصر، او ان انا اكدت جدارتي باداره النادي الاهلي ونجاحي ان انا اوصل لثالث العالم وحققتها، وان انا احرز اتنين افريقيا ورا بعض برضو حققتها. ده نوع من انواع ان هو راجل كان مبسوط، وعشان كده طلع فيه يعني ايه زي ما بنقول رساله لجماهير النادي الاهلي وللشعب المصري كله، لان الفوز النادي الاهلي بلقب افريقي هو فوز للجماهير كلها، شاء من شاء وابى من ابى. دي نقطة بنتكلم فيها. تاني حاجة برضو اللغط اللي حصل الفترة اللي فاتت بين جماهير النادي الاهلي وجماهير الزمالك وزارعي الفتنة، سواء من اللاعبين الزمالك اللي هم يعني خارج المسؤولية، سواء من الاعلاميين نادي الزمالك اللي هم خارجين على المسؤولية، ما عندهمش روح الرياضية او ما عندهمش الروح اللي احنا تربينا عليها وتعلمناها، لازم نطلع عشان نعمل مشاهدات ونعمل لايكات ونعمل فولوج ونعمل فولورز كتير، لازم نطلع نشتم في نادي الاهلي ونقلل من اللي حققه النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه بطل افريقيا شاء من شاء وابى من ابى، الاهلي هو بطل القاره شاء من شاء وابى من ابى، مع احترامي الكامل لنادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك، يا جماعه الناس اللي بتتعب وبتنجح مش لازم ان احنا نقلل من قدوم. يا عم ركز، يعني انا عايز اسال سؤال، الاعلام اللي طالع يشكك فيه، البطوله اصلها ضعيفه، البطوله اصلها الاهلي كان بيلعب كايزر تشيفز ده فريق ضعيف، يا عم انت ما وصلتش انت النهائي ليه؟ ليه انت ما خدتش البطوله؟ ما انت كنت بتلعب في البطوله دي. هتقول لي اصل مش عارف مين تأمر عليا، لا انت اول 3 مباريات في دور المجموعات كنت ضايع، عشان كده انت طلعت، كانت برجلك كنت ممكن تصعد. وبعدين احنا البطوله اللي فاتت واخدينها على حساب مين؟ ما احنا واخدينها على حساب نادي الزمالك. هتقول لي ما هو كان الطرف الافضل في المباراه، اقول لك يا عم مفيش مشكله، طرف افضل طرف اوحش، التاريخ ما بيذكرش للبطل. يعني انا بتكلم ليه الهري كتير من ناحيه الكوره، وصل الاهلي البطوله اصلها ضعيف، ماشي انت ليه؟ يعني انا مش هتكلم برضو عن الناس اللي عندنا، لان انا في ناس عندنا هنا مجانين شويه اللي هو متعصب لمجرد انه متعصب. انا واحد من الناس لما الاهلي كان لعب الترجي في السوبر ولعب الترجي ورايح جاي في الكاس الام كاس الدوري الابطال افريقيا السنه اللي فاتت، انا كنت بشجع الزمالك. انا واحد من الناس راجل اهلاوي، لما الزمالك بيلعب اي فريق بره انا بشجع الزمالك، لان الزمالك كده بيمثل مصر. لازم نفهم العقليه دي يا جماعه، لما بيكون فريق بيلعب فرق واحد يقول لك لا اصل كده الاهلي بيحسب بطولات، ولما يحسب بطولات ف كده يبقى احنا الفرق كبير، يبقى احنا كده لا نشجع الفريق التاني. عقليه منتهى، يعني انا مش فاهم بيفكروا ازاي. لفتت محمد الشناوي يا جماعه، وفي التكريم او في التتويج شوفوا اللعيبه بتبص الرئيس النادي ازاي، دي مهمه جدا، ان هو الراجل اللي عاملين تيشيرت باسم بيبو ان هم يهدوه للرئيس النادي بتاعهم، يبقى اللعيبه مقدره مدى المجهود اللي بيبذل من الاداره. وبصراحه انا بحيي زي ما بنقول السلبيات بالنسبه للاعلام النادي الزمالك، وانا بعتبر ان ميدو احد الزملكاويه المحترمين. الراجل طلع قال يا جماعه لما نيجي نتكلم على اللقب السادس اللقب العاشر للنادي الاهلي اسف، لازم نذكر اداره النادي الاهلي اللي وفرت كل ما هو من عوامل نجاح للعيبة من الإدارة الفنية، اختيار المدير الفني. الراجل النهاردة موسيماني واجه يعني واجه هجوم شديد، وأنا واحد من الناس اللي كنت منتقد موسيماني، ولكن الراجل بيثبت كل يوم أنه مدرب كبير وقادر يتعامل مع مباريات. وبالتالي فالنهاردة إحنا بنشوف واحد زي ميدو طلع في البرنامج بتاعه قال يا جماعة النادي الأهلي بيوصل وبيحقق نجاحات نتيجة استقرار الإدارة. فده ليه ايه ما اخدش النموذج ده واشتغل عليه؟ ليه انا ليه دايما ان انا لازم اكون في حرب؟ يا باشا يا جماعه الكوره تنافس، الكوره النهارده عندي وبكره عندك. النهارده بنشوف ملك يعني بطله العالم او الفريق اللي كان مرشح لليورو فرنسا بيطلع قدام سويسرا عادي، مفيش حرب ولا في اي حاجه، يشوف اسباب الفشل بتاعه يعمل عليها، وفي كاس عالم جاي وفي امم اوروبيه جايه تانية. انت كمان شهرين هنبدا تاني دوري ابطال افريقيا، هل الزمالك دلوقتي بيجهز ان هو يبقى بطل دوري افريقيا 2022؟ بدل ما انت قاعد تعمل مهاترات. تاني حاجه شغل يا جماعه الفولورز بقى، ان انا على حساب مثلا النادي الاهلي والكلام ده كله، ده ما بيشغلش النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير، نادي عريق له ثوابت ورواسخ، يعني مهما حصل لا بيقف على لعيب ولا بيقف على اعلامي ولا بيقف على جمهور ولا بيقف على حد. الاهلي هو اهلي،
اللي بذاته له أصوله، ومن يحب الأهلي فهو بيحب الأهلي كأهلي ككيان، مش بنحب الأهلي عشان بياخد بطولات، ولا بنحب الأهلي عشان خاطر إن ده الأهلي بيكسب كتير، لا هو كيان يا جماعة، زي ما أنت بتحب الزمالك ككيان، حب الزمالك ككيان حب نجاحه، مش إن أنا أروح بقى إيه أقعد أوقع في غيري، وإن أنا أوقع الدنيا كلها علشان خاطر أنا بان كويس. عمرك ما هتبقى كويس على فشل غيرك، أو إن أنت تقلل من نجاح غيرك، لا تبقى كويس بنجاحك. الاهلي الزمالك فريق محترم، عنده سكواد محترم، اللعيب ما قدوش اللي عليهم، تمام خلاص. يبقى الفتره الجايه هي فتره اعداد للنادي الزمالك، وطموح ان هو يوصل لبطل افريقيا مش عيب، لكن بقى مش هطلعوا الاصل للبطوله وكايزر ومش يا جماعه، كايزر طلع الوداد، طلع الوداد، طلع الوداد، فريق قدر يوصل للنهائي، شاء من شاء. كرواتيا وصلت لنهائي كاس العالم وبلجيكا طلعت، فده مش عيب. انت ممكن الظروف بقى بتخدمك، القرعه بتخدمك، المستوى، مباراه، مش عارف، هو الاهلي كده ربنا كرمه الحمد لله. الترجي اللي خدكم رايح جاي احنا طلعناه، سان داونز طلعناه، الاهلي تعثر في البدايه اي نعم في المجموعات ودور المجموعات وقدر يتدارك ووصل، خلاص انتهى بقى هو البطل اسمه يعني انت لو دخلت دلوقتي على 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 موقع الكاف هتلاقي البطل 2021 هو النادي الاهلي. فالكلام في المحكي. فامبارح رساله الكابتن محمود الخطيب كانت رساله مهمه للجمهور، كانت رساله للي هو الانتصار اللي بيخلي الواحد بصراحه خلاص انا حققت على الارض النجاحات بتاعتي، فانا طالع كرئيس نادي بقدم نفسي للجمهور بتاعي وبقول الحمد لله ان انا نجحت، والحمد لله على نعمه الاهلي دايما، وان شاء الله بنبص لل11 وال12 وال13، وان شاء الله زي ما في ريال مدريد بطل اوروبا ومحقق الرقم القياسي هيبقى فيه برضو الاهلي بطل افريقيا ومحقق الرقم القياسي، وزي ما بنقول نتمنى التوفيق للجميع، ولكن دايما الاهلي فوق الجميع. شكرا ليكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات وعمل لايك وشير، وحب اشوف رايكم في الكومنتات. انا محمود المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.